الواشنطن بوست نزلت تقرير امبارح عن سعود القحطاني المتهم الثاني بعد ابن سلمان في قضية خاشقجي. الواشنطن بوست أشارت داخل تقريرها أن سعود القحطاني أشرب بنفسه على تعذيب لجين الهذلول، بس كده لا، وتحرش بيها. الانفوجراف عن أبرز ما جاء في الواشنطن بوست عن الدور العفن لسعود القحطاني في السجون السعودية. القحطاني أشرف على التحرش بلوجين الهذلول. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تكشف أن المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني أشرف بشكل شخصي على التحرش بالناشطة المعتقلة لوجين الهذلول وتقبيلها قسرا. الصحيفة نقلت عن مصادر أنه جرى الاعتداء على لوجين على يد 6 من أفراد حراستها في مركز اعتقال سري قبل عدة أشهر. أفراد الحراسة قاموا بتقبيل لوجين بالقوة وتعريضها للصعق بالكهرباء. المصادر أكدت أن القحطاني كان يجلس في الحجرة وهو يراقب رجاله ويسخر من لوجين. هذلول الهذلول والد لوجين أكد قبل شهر أنها تصعق بالكهرباء ويتم التحرش بها جنسيا في حبس انفرادي، كما جرى تهديدها بالاغتصاب والقتل. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت أيضا أن القحطاني أشرف على تعذيب لوجين بنفسه وهددها بالاغتصاب والقتل ثم إلقاء جثتها في مجاري الصرف الصحي. تقرير لمنظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش كشف أن 3 ناشطات تعرضن للتعذيب في السجون السعودية، وأن واحدة منهن على الأقل تعرضت للتحرش الجنسي على يد محققين ملثمين. ليست فقط الرأس والفجور اللي بيحصل، عرض أزياء اتعمل في المدينة واللي حصل في مدائن صالح وغيرها، صرخات وآلام ودعوات الآلاف من خيرة رجال وشيوخ ومفكري ومثقفي المملكة العربية السعودية إلى حالهم حال أشقائهم في مصر في سجون ومعتقلات ابن سلمان. والد لوجين الهذلول يوم 21 ديسمبر اللي فات كان كتب تغريدة لو تتذكروا غريبة وغامضة، قال لك مجرد سواليف بنكهة التاريخ. فتاة عمورية استصرخت بالمعتصم وحفرت صرختها ومعتصماه على جبين التاريخ. كثرت روايات أسباب الصرخة، ولكن أكيد لم تصعق بالكهرباء ولم تحبس حبسا انفراديا لأكثر من 4 شهور ولم يتحرش بها جنسيا ولم تهدد بالاغتصاب والقتل بعد ذلك. اللهم لطفك يا لطيف. هذلول عبدالله الهذلول، 22 ديسمبر 2018. أيضا حصة الماضي، وهي ناشطة سعودية في مجال حقوق الإنسان، علقت على تغريدة والد لوجين وكشفت بعض الحقائق. حصة الماضي: راحت تغريدة والد لوجين تدمي القلب وتسببت اليوم حزن شديد لجميع الأحرار. كانت مؤلمة جدا لأنه لم يكتبها إلا بعد أن ذاق قهر الرجال الذي تعوذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعتقد أنه لم يلجأ لكتابتها إلا أنه تساوت الدنيا عنده سواء اعتقل أو لم يعتقل، فلم يعد بإمكانه الصبر أكثر من ذلك. فعلا كانت مؤلمة. والد لوجين الهذلول كتب ذلك بعد أن سمع من ابنته. حصة الماضي كمان قالت إن وأكدت على تعرض لوجين للتحرش والتعذيب والتهديد بالاغتصاب على إيد سعود القحطاني بأوامر من ابن سلمان، لأنها لوجين قد تكون هي التي تعرضت لزيادة في التحرش أو تكون هي من تكلم بما تعرضت له. تعرضت للتهديد، الاغتصاب والقتل والرمي في الصرف الصحي طبعا من سعود القحطاني كما صرح المسؤول. صرحت أنه سعود القحطاني، وهذا مماثل لما تم اغتيال خاشقجي به نفس الطريقة.
عندما اغتالوا جمال خاشقجي بالطريقة البشعة ولم يتم عقابهم أو ردهم، باتوا يهددون بهذا المصير أو هذه النهاية. ولم يتجرأ سعود القحطاني إلا أن المسؤول الكبير في السلطة السعودية وهو حاليا محمد بن سلمان الذي هو الآن يدير البلد، وهو الذي أعطاهم الأمان، وإلا لم يتجرأ أحد أن يفعل ذلك. ما يسبب لنا هذه المشاكل كلها، ليس هناك من يوقفهم عند حدهم، ليس هناك، هي سلطة واحدة وإن تعددت الأسماء. نشطة السعودية حصة الماضية قالت أيضا أن موضوع التعذيب والتحرش تعرض له معتقلات ومعتقلين كثر، لكن لجين هي اللي قدرت تتكلم. فقد تكون لجين الهذلول هي التي تكلمت، قد يكون هناك من تعرض لهذا من الرجال والنساء. ليس بغريب التحرش، كثير من المعتقلين الرجال على مدى السنوات والعصور السابقة تعرضوا للتهديد والتحرش الجنسي من قبل المحققين أو السجانين. قد يكون هناك الأخوات الذين اعتقلوا معها أو قبلها، هناك العديد من النساء المعتقلات، لكن قد لا يتكلم الجميع. فعلا لا يتحدث الجميع. منظمة قسط الحقوقية قالت أن في معتقلات كثر تعرضنا للتحرش داخل المعتقلات في السجون السعودية، وأعلنت ده في بيان في ظل ما كشفته أخيرا منظمة القسط الحقوقية من حقائق صادمة حول التعذيب الوحشي اللا إنساني والتحرش الجنسي غير المسبوق الذي خضعت له الناشطات. نطالب السلطات بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات من دون إبطاء أو قيد أو شرط مسبق. ونشرت صورة 6 من الناشطات والمعتقلات السعودية، وده مقال مهم جدا نشر في موقع منظمة قسط الحقوقية. القصة تؤكد تفاصيل جديدة عن تعذيب الناشطات في السجون السعودية مع سعي نواب بريطانيين لزيارتهن في السجن والتحقق من ذلك. من يحميك، لا وريني الصورة لو سمحت، من يحميك مني، سأفعل بك ما أريد ثم أذوب جثتك في الحمام. عصابة يابا، عصابة. ترحب القسط بإعلان صدر في 2 يناير من مجموعة برلمانية مؤلفة من أحزاب متعددة مع محامين قدموا طلبا لزيارة النشطات السعوديات المعتقلات في السجون للنظر في احتجازهن وظروفهن الصحية. هذا الإعلان أتى بعد تقارير من القسط ومنظمات حقوق أخرى تؤكد تعرضهن للتعذيب. وفي نوفمبر 2018 أكدت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش تعرض عدد من نشطاء حقوق الإنسان من بينهم عدد من النساء للتحرش الجنسي والتعذيب. القسط بدورها تؤكد قام مسؤولين في سجن ذهبان بتعذيب النشطاء المحتجزين بالصعق الكهربائي والجلد، إذ أصبح بعضهم يجد صعوبة في المشي ويعاني من ارتعاش في الأيدي وعليهم آثار تعذيب بارزة على أجسامه. القسط بدورها تؤكد تعرض النشطات سمر بدوي وشدن العنزي وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان ولجين الهذلول لتعذيب شديد ووحشي وتحرش جنسي. اعتقلنا جميعا بمداهمات على منازلهن وتم تسليط كشافات إضاءة وتوجيه أسلحة، وأخذت لجين الهذلول بشكل مرعب من فراشها. سمر بدوي بقيت في الشارع منذ 1 صباحا حتى 3 تحمل طفلتها جود 4 سنوات تحت حراسة وإضاءة ساطعة والأسلحة موجهة وهي واقفة تحمل طفلتها، حتى أتت والدة الناشط وليد أبو الخير جدة جود وأخذت الطفلة. صورت إحداهن على الأقل وهي عارية، وعرضت الصورة أمامها على الطاولة أثناء التحقيق. تعرضت واحدة منهن على الأقل لتحرش جنسي جسدي بواسطة حارسات السجن، وضربت ولمست في أماكن حساسة. عريت تماما واحدة منهن على الأقل أمام عدد من المحققين ولمست في أماكن حساسة بينما هي مكبلة بالأصوات، وسئلت أسئلة ساخرة: من سيحميك الآن؟ أين هي المنظمات الحقوقية؟ أين المدافعون عن حقوق الإنسان؟ وقيل لأخرى والعياذ بالله: أين هو ربك ليحميك؟
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، زي كان بيقولوا كده زبانية بشار الأسد وحافظ أبوه من قبله للسوريين في المعتقلات. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. في مرتين على الأقل شوهد سعود القحطاني في غرف التعذيب، مستشار قريب لولي العهد ومتورط في قتل جمال خاشقجي، قال لواحدة من المعتقلات سأفعل بك ما أشاء وبعديها سأحلل جثتك وأذبها في المرحاض. تعرضت إحداهن على الأقل للتعذيب النفساني إذ قيل لهن أن بعض أفراد عائلتها قد فارقوا الحياة وأنهم حريصون على إنهاء التحقيق حتى تتمكن من رؤية جثثهم. ضربت النساء على أرجلهن بطريقة الفلكة وتعرضن للصعقات الكهربائية. أمرت اثنتان منهما بتقبيل بعضهن على الشفاه وحين رفضن ذلك جلدن بوحشية. تحمل ثلاثة منهن علامات واضحة على التعذيب الشديد وكدمات حول العينين وتعانين من الرجفة وخسرن وزنا خسارة ملحوظة. استخدمت السلطات والد احدى النساء لتصوير مقاطع فيديو لتشويه سمعتها، كما استخدمت اخرى ليشهد ضد ابنته ويبدي انحيازه للسلطات حتى بعد علمه بتعرضها للتعذيب. اعتقلت ايضا الناشطات امل الحربي ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز ومايا الزهراني وعبير نمنكاني اثناء حملة الاعتقالات نفسها، ولكن لا يمكن للقصة تأكيد ما إذا كنا قد تعرضنا للتعذيب أم لا. هنالك أيضا ناشطات أخريات في السجن طلب الادعاء العام بحكم الإعدام ضدهم، إحداهن إسراء الغمغام. وهناك نشطاء من الرجال أيضا تعرضوا للتعذيب وطالب الادعاء بحكم الإعدام ضدهم. طبعا معروفة التهم في أي نظام دكتاتوري، شوية قايمة كده تلصق بأي حد ينتقد ابن سلمان، حالهم حال بلدي، الخرابات زي بعضيها. كانت رئاسة أمن الدولة من القبض على مجموعة قامت بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية وتهديد أمن واستقرار المملكة. زعزعت للثقافة.